يستمر العدوان على غزة، وتستمر معه معاناة ما يزيد على 10,000 مريض بالسرطان يعيشون على مسكنات، فيما يموت منهم العشرات ويسجل مصابون جدد أيضا. أو كمريضة سرطان يعني بعاني إنه مش عارفة هعيش ولا لا، إنه إمكانيات توفر لي، لأن المفروض عملية بأسرع وقت ممكن، وهم مش قادرين. يعني بدأوا من 3 شهور الحين اكتشفت المرض، وقبل كمان وين لما طلعت العينة وأعطوني هرمونات، وبعدين استبدلوه بالجرعات اللي مش موجودة مرات ومرات موجودة. تكتشف مرض سرطان، مرض مميت زي هذا ملوش علاج في غزة، ملوش إمكانيات، وانت عايش بخيمة. أكثر من 85% من الأدوية التخصصية لعلاج السرطان وغسيل الكلى غير متوفرة في قطاع غزة، و6,500 من المرضى على قائمة العلاج في الخارج. بسبب الوضع المتردي والسيء جدا القائم في قطاع غزة، احنا أصبحنا يعني غير منتظمين في تقديم الخدمة لمريض السرطان. زي أنه مريض سرطان يحتاج لعلاج كيماوي غير متوفر، زي أنه مريض سرطان يحتاج لخطوة من العلاج المقرر غير موجود في البلد، زي أنه مريض سرطان يحتاج لبعض الشغلات التشخيصية أيضا غير موجودة. مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد في غزة لعلاج مرضى السرطان توقف عن العمل منذ الأول من نوفمبر الماضي، وتحول إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي. سنة من الحرب ومرضى السرطان يتنقلون بين مشاف منهارة يبحثون عن علاج يحارب المرض الذي ينهش أجسادهم، و10,000 مريض منهم لا يزالون محرومين من العلاج. سامي برهوم، ترتي عربي، قطاع غزة.